يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أذن المؤذن والإنسان غافل ثم انتبه وهو في آخر الأذان، لماذا إذا أذن المؤذن والإنسان غافل فانتبه وهو في آخر الأذان فماذا يفعل؟ هل يبدأ من الأول ويواصل معه أو نقول سنة فات محلها؟ يتابعه الباقي، يتابعه الباقي، فإذا فرغ المؤذن فإنه يأتي بما سبق ويدعو بالدعاء. نعم.